عارف اني انا وراي قالته. طبيعي الشخص لما يعرف ان انا وراي قالته بيكرهني، ما فيها كلام. في إدارة المباراة يحتاج أنه يعرف من اللي عنده بالضبط داخل الملعب، غير كذا يحتاج أنه يحافظ على اللاعبين الأكثر شهرة الأكثر تأثير في نتائج المباراة، يحتاج أنه يعرف، لأنه هذا اللاعب هيصبح هو اللاعب المستهدف أثناء المباراة حتى يتم صورة بناء على القانون وعلى بالظبط. كرة زي دي هتبص حتى تلاقي نور الدين بيعمل ضغط يعني بطريقة على الحكم عشان يغير قراره. بص خلي بالك، وابتدى يحط ايده في ايده الشمال، تمام؟ صحيح. بعد هيشيله راح على الاصفر، تمام؟ طبعا دي المفروض يبقى فيها كارت احمر، اما نيجي نشوفها برضه عشان برضه الناس، احنا مش بنجيب دقيقة 97. هل مباراة جلاتنبرغ لم يعد يلتفت للاعبي الحزم وتراجع، قوة دفاعية وقوة هجومية يا حمد الله، استلام إلى خارج أرضية الملعب، مهاجما أولا مع وجود الثلاثي بالخلف، هذه الكرة أولا مع وجود الثلاثي بالخلف، هذه الكرة هل خرجت هل تجاوزت؟ يحاول ينقل يا موسى ربع ساعه وهدف الاتفاق الثالث. هل يحدث ذلك؟ عرض فعلا، عرض فعلا كانت اكثر من 8، اعتقد انه البطوله حتهرب.